اهل المصنعه دائما غالين على هالقلب هذا. وش هذا انا بذا قلب كذا حشل الله جاي اضبطكم في بازاره للهدايا، مسوي لكم احلى الاسعار لعيونكم وتستاهلوا وتابعوا. من غسيل صحون ب 175 بيسه لملابسك بهالروايح هذولة 3 لتر ب 490 بيسه. روايح من هالشامبو هذا اكثر من نوع ب 250 بيسه. دبل كبيره من الكلور مبيض ب 490 بيسه بديل. سكيلو من بودره الصابون ب 825 بيسه لا غير. عم سوي لكم كرتونين من هالتغليف الحجم الكبير، تخيلوا السعر بريال ونص فقط. 10 رول تفيدكم للمطبخ او دورات المياه، تخيلوا 625 بيسه حجم حلو. التمر للمكسرات تخيلوا السعر ب 450 بيسه. الطحن الكبير العميق ب 800 بيسه. طحن ب 500 بيسه حلو للمكسرات والسعر ب 300 بيسه. طحن ب 500 بيسه ما عجاي وقت التمر الحين، تخيلوا هذه ب 500 بيسه راح تنفعكم. حصلوهم برا اقل من ريال، اما في بازار ب 500 بيسه زجاجي. حبات من هالصحون الزجاجيه ب 500 بيسه. اكواب للشاي ب 300 بيسه. اسمع الرخص. هالنوعيات تراها ثقيله وحلوه وسعرها برا كثير، تحصلوها هنا ب 200 بيسه، وعندكم هالنوعيات هذولا ب 100 بيسه. بازار فقرها. تشوفن هالقلابيات الحلوه هذه اللي وصلت حديثا في بازار ب 300 بيسه. هالتنورات هذه الحلوه ب 300 بيسه. هالتشكيلات الحلوه يا حريم، تخيل السعر ب 300 بيسه. اتيناكم شباب الفوانيل هذه الحلوه، تخيلوا السعر ب 500 بيسه. فرصتكم يا اهل المصنعه، تشوفوا هالنعلان هذه لهالتشكيله ب 200 بيسه. تشكيله بعد ب 300 بيسه للبرد. هالنساء الراقيات شنط كان هذه في بازار ب 500 بيسه فقط. مع البضاعه اللي وصلت يا اهل المصنعه، تيلات بعد وصلت حديثا سيده صوبهم. شاحنة الماي يا أهل المصنعة 20 حبة من ماي إزكي ب 270 بيسة، ما أريدها لحد العصر هذه موجودة، فرصة. بازار للهدايا في المصنعة، أباكم بعد صلاة الجمعة اليوم بتاريخ 27/9